السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا متابعينا الكرام، متابعين قناة زرانجي، أهلا بيكم في فيديو جديد. هنتكلم مع بعض أو هنشوف مع بعض في الفيديو ده طريقة زراعة صبار الميكي ماوس، وكمان لأن كان عندنا نبات زي ما احنا شايفين في الأصيص الصغير ده، وكان نما بشكل كبير جدا وطلع كمية كبيرة من الكفوف اللي هي الأوراق بتاعته زي ما احنا شايفين كده بالحجم الهائل ده. طبعا هو مش بس كان في الأصيص ده، هو كان مزروع في الأصيص ده في البداية، والقصيص ده كان فوق حوض زرع تاني، فالجذور الخاصة بصبار الميكي ماوس امتدت من فتحات الصرف الخاصة بالقصيص الصغير اللي هو مزروع فيه اللي موجود معانا دلوقتي او اللي شايفينه في التصوير، ونزلت للقصيص او للحوض الزرع اللي اسفل منه، وبدأت تمتد الجذور بشكل كبير جدا داخل الحوض اللي اسفل القصيص. فنقدر نقول ان كانت نسبة الجذور او كمية الجذور داخل القصيص اللي مزروع فيه من الاساس حوالي 10 أو 5%، وباقي 90 أو 95% من حجم الجذور الخاصة بيه كانت موجودة في الحوض السفلي اللي هو كان أسفل القصيص مباشرة. حتى وإحنا بنخلعه أو بنشيله من على الحوض ده كان الموضوع صعب جدا، اضطريت إن أنا أقص جزء كبير جدا من الجذور علشان أقدر أشيل القصيص بالنبات بالشكل اللي إحنا شفناه ده. هنبدأ دلوقتي في تقطيع الكفوف، وبعد كده هنختار منهم 4 أو 5 كفوف هنبدأ نزرعهم في جراكن صغيرة أو في أسس صغيرة. هو كل الحكاية أو كل الاستفادة أو كل الهدف من الصبار ده هو صبار زينة، اتسمى ميكي ماوس لأنه بيتعمل فيه أشكال في الناس اللي غاوية زينة أو الناس اللي هاوية الزينة، بتعمل فيه أشكال وبيكون شبيه بالميكي ماوس، بتعمل له ودان ويبدأ يترسم عليه، في كمان في حين ان هي الورقه كمان بتكون شبه دائريه قريبه لشكل الميكي ماوس، لذلك اتسمى صبار الميكي ماوس. احنا هنبدا نقطعه دلوقتي زي ما احنا شايفين كده، وبعد كده هننتخب منه 4 لـ5 كفوف زي ما قلنا، هنبدا نزرعهم في اسس صغيره او في جراكن صغيره المتاحه عندنا يعني، وبعد كده باقي الاجزاء اللي باقيه منه او باقي الكفوف اللي باقيه من الصبار ده هنبدأ نقدمها لديدان الكومبوست عندنا، ديدان الريد ويجلر والتايجر وورم والزحف الافريقي. ديدان الكومبوست مختلف انواعها، بس اللي هنقدمه ليها او اللي قدمناه ليها بالفعل لان الفيديو ده بيتسجل بعد تصويره بفتره كبيره، فقدمناه لديدان الريد ويجلر والتايجر وورم اللي هي موجوده على السطح، وده هنعرضه في فيديو اخر غير الفيديو ده. احنا بس في الفيديو ده هنعرض او هنوضح كمية الاوراق اللي كانت موجودة في النبات ده اللي موجود في القصيص ده، وكمان هنوضح طريقة الزراعة. الموضوع مش صعب خالص، الصبريات من اسهل النباتات اللي ممكن تزرعها بشكل عام، اي انواع صبريات فهي سهلة جدا في عملية الاكسار والزراعة، مش محتاج تعقيد الموضوع، مش لازم بقى تقول تربة رملية زي ما بشوف في بعض القنوات يقولك لا لازم تجيب رمل، ما ينفعش تزرع في تربة طينية والكلام ده كله، لا الموضوع ابسط من كده بكتير. ده كان مزروع في تربة طينية بالكامل ما كانش فيها اي رمل، واللي هنزرعه مع بعض تاني كمان شوية في الجراكن اللي بدأت تظهر دي هيكون برضه في تربة طينية ما فيش رمل، لان مش متاح رمل عندي وانا مش هجيب له رمل مخصوص، فالموضوع مش محتاج تعقيد او الزراعة عموما مش محتاجة تعقيد، وتحديدا الصبار زي ما احنا شايفين كده هتبدأ تجهز القصيص او الجرك اللي هتزرع فيه بالتربة اللي متاحة عندك ايا كانت، سواء كانت رملية او تربة طينية، وهتبدا تثبت الكف بالطريقه دي، تقريبا بيكون تلت الكف داخل التربه والتلتين بيكون فوق سطح التربه اللي هتزرع فيها، وبعد كده بتبدا تزرعه بنفس الطريقه دي، وبعد كده بتروي ريه غزيره في البدايه، ما تبقاش غزيره قوي لكن تتاكد من الاسس اللي هتزرع فيها او الجيركن او ايا كان الوعاء اللي هتزرع فيه، تتاكد كويس جدا من فتحات الصرف شغاله بكفاءه كويسه، بحيث ان اي ميه زياده عندك يتم صرفها، لان الصبريات من النباتات اللي ما بتحتاجش ميه كتير ومش محتاجه رطوبه عاليه، اول مره بس اللي هنروي ريه غزيره هنا بالتحديد علشان التربه كانت جافه تماما ما تزرعش فيها بقالها شهور كتير جدا، فالتربه جافه بشكل تام، فروينا اول ريه بشكل غزير او كانت ريه غزيره، وبعد كده مروش تقريبا هو بقاله حوالي 10 ايام او اسبوعين مزروع، مروش فيهم تقريبا غير مرتين او مره واحده بس، والمره منهم بتكون رش ميه بسيط جدا ما بيكملش للاثنين للخمس نباتات او الخمس اسس اللي زارعين فيهم خمس نباتات الصبار ده، ما بيكملوش حوالي 200 ملي
فالموضوع اقل من ربع لتر يعني اللي بنرويهم بيهم، رويناهم بيهم مره واحده تقريبا او مرتين مش متذكر، لكن الموضوع بيكون رشات خفيفه بعد كده وبدا ينبت بالفعل. وممكن نبقى نصور لكم فيديو قصير كده نوضح فيه الانبات بتاع الميكي ماوس وان هو النبات فعلا اشتغل بعد ما زرعناه. الموضوع زي ما قلنا سهل جدا، الصباريات عموما سواء تين شوكي، ميكي ماوس، صباريات زينه، اوليفيرا، اي انواع الصباريات بشكل عام، شمعدان بقى انواع صبارات الزينه اللي انا ما اعرفش فيها قوي، كل انواع الصباريات بشكل عام ان التكاثر وعمليه الزراعه وعمليه الاكسار بتاعتها بتكون سهله جدا، الموضوع مش صعب ما فيهوش تعقيد، فبلاش التعقيدات الكتير اللي بتتعمل في الفيديوهات والناس اللي بتقدم نصايح بتعقيدات جامده ولازم رمله والرمل تغسله الاول علشان ما يبقاش فيه املاح وبعد كده تزرع وما ينفعش تزرع في تربه طينيه والكلام ده كله، فالموضوع سهل جدا. هنشوف بعد الفيديو ده يعني صورناه مع الفيديو ده هيتم تسجيله، بس اللي واقف على التسجيل يعني فيديو تقديم الصبار ده للديدان. المشكله الوحيده في الصبار ده والمشكله الكبيره في الصبار ده هي الاشواك اللي موجوده فيه، الموضوع خطر جدا لو عندك اطفال، وكان السبب الاساسي في ان اتخلص منه بالشكل ده، وحتى اللي اتزرع حطيناهم في مكان بعيد جدا عن الايد او صعب ان حد يوصل له، شبه مستحيل ان الاطفال توصل له يعني. المشكله اللي في الصبار ده والمشكله الكبيره اللي فيه هي الاشواك اللي موجوده فيه. على كف الصبار نفسه بتكون مجاميع من الاشواك فظيعه جدا وصغيره تكاد لا ترى، يعني لو دخلت الاشواك دي في ايدك صعب جدا انك حتى تشوفها وتحدد مكان عشان تقدر تطلعها، فالصبار ده يعني عاوز يكون بعيد جدا عن الاطفال علشان المشكله دي لانه بيسبب الم كبير جدا. بس كده دي كانت كل حاجه الفيديو بتاع النهارده، اتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم وفادكم بشيء ويقدم لكم معلومه جديده. يا ريت ما تنساش لايك للفيديو واشتراك في القناه وفعل زر الجرس لو اول مره بتشوفنا، وكمان يا ريت تكتب لنا رايك او سؤالك او استفسارك في تعليق وان شاء الله هنرد عليك في اقرب وقت ممكن. شكرا لحسن المشاهده واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات جايه كتير، استنونا، سلام.